السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 18 من سلسلة تمارين درس الدالة الأسية. إذا التمرين يقول حل فئر المتراجحات الآتية. إذا الفكرة المتراجحات دائما كنقلب على الإكسبونسيال الواحد. إذا كانت عندنا الإكسبونسيال ديال U أكبر أو أصغر من الإكسبونسيال ديال V فهذه العلاقة تكافئ أن U أكبر من V. إذا المتراجحة تكافئ ماذا؟ تكافئ إذا واحد ناقص x أصغر من 3 x. إذا ديل x ناقص x للطرف الثاني غيبقى عندنا واحد صغر من 4 x، يعني غيكون عندنا 3 x زائد x، يعني هي 4 x أكبر من واحد. اي ان دونك هنا يمكن لي ندير 4 اكس اكبر من واحد، يعني اكس اذا حددنا 4 في اكس يعني كنقسم على 4. ملي كيكون عندنا الجداء دائما تنقسم على العامل ديال اكس او كنضرب في المقلوب ديالو، يعني 1 على 4. اذا مجموعه الحلول اس تساوي المجال، هنا عندنا اكبر او تساوي، تيكون دائما ملي كيكون عندنا اكبر او تساوي او اصغر او تساوي كيكون المجال مغلق، يعني كيكون هذا الحد هذا من ضمن الحلول حتى هو حل. اذا 1 على 4 زائد لا نهايه. المتراجحه المواليه عندنا الاكسبونسييل ديال 2 اكس ناقص 3 اكبر من الاكسبونسييل ديال اكس، اذا هذه تكافئ ان 2 اكس ناقص 3 اكبر من اكس. اذا كنجمع الاعداد المجهوله في الطرف الاول المتراجحه، اذا عن 2 اكس، اكس غنديها للطرف الاول غترجع ناقص اكس، وناقص 3 غنديها للطرف الثاني غترجع زائد 3. اذا 2 اكس زائد اكس هي اكس اكبر من العدد 3. اذا اس تساوي احنا عندنا اكبر قطعا يعني المجال مفتوح 3 زائد لا نهايه. المتراجحة الموالية عندنا الإكسبونسيال ديال واحد ناقص إكس ناقص الإكسبونسيال ديال جوج زائد إكس، إذا خصني هاد الإكسبونسيال نديه للطرف الثاني باش يجي عندي الإكسبونسيال أكبر من الإكسبونسيال. إذا عندنا أو واحد ناقص إكس كندي الإكسبونسيال ديال جوج زائد إكس للطرف الثاني غيرجع الإكسبونسيال جوج زائد إكس، إذا كان ناقص رجع زائد. إذن نطبق العلاقة ديال التكافؤ، إذن عندنا واحد ناقص إكس أكبر من جوج زائد إكس. إذن الأعداد المجهولة كنجمعها للطرف الأول المترجحة والأعداد المعلومة للطرف الثاني. إذن زائد إكس غنديها للطرف الأول غترجع ناقص إكس ناقص إكس، واحد غنديها للطرف الثاني غيرجع ناقص واحد. إذن ناقص إكس ناقص إكس هي ناقص جوج إكس، وجوج ناقص واحد واحد، إذن جوج إذا عندنا هنا ناقص جوج إكس. ننتبه ملي كيكون عندنا عدد سالب وكندير الضرب دائما الترتيب كيتبدل، إذن هنا غيرجع أصغر، إذن ناقص جوج غترجع واحد على ناقص جوج، أو داك ناقص نكتبها في البسط يعني واحد على جوج. إذن اس تساوي اذا احنا عندنا اصغر من او تساوي، اذا ناقص لا نهايه ناقص واحد على جوج المجال مغلق. المتراجحه الاخيره عندنا الاكسبونسييل ديال ناقص جوج اكس اصغر من اصغر قطعا من الاكسبونسييل ديال واحد زائد اكس كاري، اذا تكافئ ناقص جوج اكس اصغر من واحد زائد إكس كاري. إذا نقدر ندي ناقص جوج إكس للطرف الثاني للمعادلة، غيبقى لي هنا صفر، وهنا غيولي عندنا إكس كاري زائد جوج إكس زائد واحد. إذا هذه متطابقة هامة، يعني إكس زائد واحد لكل أو كاري. إذا هنا باش نفهمو الحل غادي ندير الجدول ديال الإشارة. إذا عندنا إكس زائد واحد لكل أو كاري،
إذا هاد التعبير هذا كينعدم في العدد ناقص واحد. كيفاش لقيناها؟ كندير إكس زائد واحد وكاري تساوي صفر، يعني أن إكس زائد واحد تساوي صفر، إذا إكس زائد إكس تساوي ناقص واحد. إذا هنا عندنا إشارة أ، يعني هاد التعبير هذا راه هو مكتوب على هاد الشكل هذا، أشكل إكس كاري زائد جوج إكس زائد واحد. يعني إلا بغينا نحددو الإشارة ديالو كنشوف إشارة العامل ديال إكس كاري، يعني إشارة أ، إذا زائد زائد. إذا حنا عندنا هاد التعبير هادي كيكون موجب في ناقص لا نهاية، ناقص واحد وناقص اتحاد ناقص واحد زائد لا نهاية، ولكن حنا عندنا هنا أكبر قطعا، يعني هاد ناقص واحد ما غتكونش داخلة، يعني الحلول غتكون هي إس المجال ناقص لا نهاية ناقص واحد، هنا المجال مفتوح لأن العدد واحد، العدد ناقص واحد ما داخلش، اتحاد ناقص واحد زائد لا نهاية. إذا داك التعبير كي كان عندنا أكبر أو تساوي مثلا، كي كان عندنا إكس زائد واحد أو كاري أكبر أو تساوي صفر، هنا غيكون مجموعة الحلول هي R. مادام عندنا أكبر قطعا إذا خصني نحيد العدد ناقص واحد.